أرض القاقة اللي بنزورها في كفر الدوار مملوكة لآل أبو هيب ومساحتها 12 فدان. تعالوا نقابل الحاج عطية أبو هيب عشان يحكي تجربته مع القاقة والمركبات الحيوية النوفا بلس والنوفا كي، سواء في التسميد أو مكافحة الآفات الزراعية. عايز أعرف حضرتك إيه اللي خلاك بدأت تتحرك؟ النتائج حضرتك شايفها إزاي؟ مبسوط منها ولا لأ؟ أنا كان عندي كاكا بتعامل بالأسمدة العادية وكانت محاصيل عالية. 20 سنة بتزرع كاكا صح كده؟ فنزل الكيرف من 20 لـ4 طن، فعالجت بالعلاج الكيماوي عفن جذور نيماتودا مش عارف ايه 4-5 مرات، نقل المحصول من 4 لـ8. والذبابة كانت عاملة معاكوا ايه؟ الذبابة متعبة، المبيدات كلها مبيدات مغشوشة ومش مظبوطة. وبتضيع لك قد ايه من المحصول بقى؟ بتضيع 10-15-20% من المحصول. ياه. يعني 20-25 ألف جنيه كل سنة تقريبا في الفدان الواحد. اتجهت للدكتور محمد فتحي في يناير وبدأت العلاج، عملت تحليل وبدأت العلاج من فبراير، لأن عملت مكامير سباق بتاخد من 25 يوم لشهر، وبدأت أنزل سباق وعالج بالنوبا بلس. جت تظهير الشجرة فايقة نسبيا، ما وصلتش لحالتها الطبيعية لكن أحسن حالة مما كانت. واشتغلت بالنوفاكي بدل المبيدات. نتيجة الرش الورقي نتيجة النوفاكي هي باينة قدام حضرتك، مفيش ذبابة مفيش حاجة. والسنة دي المتوسط كام في رأيك بالنسبة للمحصول؟ السنة دي اهو يعني 15 طن 17 طن، ده معدلات اللي ماشية معايا. الدكتور بيتحدى انه هيعدي الـ20 ان شاء الله. هنعد ونشوف ان شاء الله وقت الحصاد، لان احنا بس انت يعني متأخر عن الحصاد. خلينا نوضح دي، ليه بقى اتأخرت في الحصاد برضو؟ عشان اشوف النتيجة ايه. عايز تكمل التجربة كمان؟ يعني أنا جمعت الأغلبية، أنا سايب جزء بسيط اللي مأخره عشان أشوف إيه النتيجة، إيه اللي هيوصل له، إيه كده يعني، بغامر بيه كده. طب عايز أعرف منك حاجة، الصلابة بتاعت السمرة وقوة القشرة اللي ما تخليش ذبابة تعرف تأذيها، من نوفاكي. فتعاملت معاه والحيوي أو النوفا بلس والنوفاكي، النتائج أقوى مليون مرة من التسميد العادي. من التسميد العادي.